Au. أو عملا أو فعلا جهدا ولو بسيطا بسبيل حرية شعبنا، الحرية التي ننشد منذ قرون منذ عصور، وكنا دائما نصطدم بالظلم والطغيان، نصطدم دائما بأنظمة قمعية لا تعرف الرحمة ولا تعرف الإنسان. الله سوريا حرية وبس، الله سوريا حرية وبس، الله سوريا حرية وبس، الله. قد يكون الشكر الأكبر، الشكر الأكبر في الحرية الجزئية التي نلتها وبعض رفاقي، هي تعود لدم الشهداء، دم السوريين من درعا حتى المالكية. بالروح بالدم نبديك يا شهيد، بالروح بالدم نبديك يا شهيد، بالروح. نفخر بكل شهيد ونتأسف بنفس الوقت ونقول بؤس نظام يقتل شعبه. نعم هي الحرية، نعم هي إرادة الحرية، إرادة الشعب، إرادة الصابرين، إرادة الطامحين، إرادة بناء المستقبل، إرادة صنع التاريخ، التاريخ المعاصر لسوريا الحديثة، سوريا المدنية، سوريا الكل الاجتماعي، وسوريا لكل السوريين. واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد، واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد، واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد، واحد واحد واحد. يؤسفني جدا حقيقة، يؤسفني أن يفكر البعض منا ككرد بتاريخهم بعراقتهم، أن يفكروا ولو للحظة أن يمدوا يدا إلى نظام يقتل بالرصاص الحي وبالمدافع شعبه. مؤسف جدا حقيقة، يؤلمني أن يكون هناك من بين شعبي من يمد يده إلى طغاة وقتلة. الشباب فعلا ثورة الحق، ثورة العدل، ثورة المساواة، ثورة كل شيء، ثورة الإنسان بكل ما يعنيه وبكل ما يمثله. نعم كان علينا أن نفهم جيدا، نحن نقول نحن دائما سلميين وديمقراطيين وسنبقى سلميين وديمقراطيين، ولكننا نؤمن بأن الحوار وبأن السلمية وبأن الديمقراطية يجب أن يكون لها بيئة تحقق سلميتها وديمقراطيتها وجدوى حوارها، جدوى الحوار الذي يفتعله النظام والذي يتغنى به وهو بالأساس حوار مصحوب بمسدس وطلقة. لذلك لا نجد جدوى، لا نجد جدوى من فتح ملفات كان يجب أن تغلق من زمان طويل. لنا تجربة مريرة مع هذا النظام، تجربة دفع أبناء شعبنا الكثير من جهده ودمه. ألا نتذكر سليمان عادل؟ ألا نتذكر الشيخ معشوق الغزنوي؟ ألا نتذكر شهداء انتفاضة آذار؟ سطر لنا الشهداء ملاحم وأساطير، سطر لنا الشهداء بدمائهم مسيرة نضال يجب أن نقتدي بها ولا نفرط بها أبدا. حي الأبطال، حيينا، حي الأحرار، حيينا، حي الشهداء، حيينا، حي الشجعان، حيينا، حي الأبطال، حيينا، حي الأحرار، حيينا، حي الشهداء، حيينا. لن أطيل عليكم لأن لكل منكم في قلبي مكان وفي عيني ضوء وفي عقلي ذرة تفكير، وفي فعلي سيكون فعلكم، وهو فشيء افتخر به واعتز بالانضمام الى شباب الثورة السورية، شباب الكرد الذين نفتخر بهم ويجب ان يفتخر بهم كل انسان كردي شريف ومخلص. لا حزبية ولا احزاب، ثورتنا ثورة الشباب، لا حزبية ولا احزاب، ثورتنا ثورة الشباب، لا حزبية ولا احزاب، ثورتنا ثورة الشباب. نحترم كل رأي ونحترم كل توجه سياسي وقراءة سياسية، ولكننا نعلن بكل وضوح أننا ننتمي إلى الثورة السورية، أننا لن نتحاور مع نظام، لن نتحاور مع الرصاص،
لن نتحاور مع من يقتل الشعب السوري، لن نتحاور مع من قتل الطفل البريء حمزة ولا زال يقتل الأطفال. ونقول له بكل بساطة، لدينا الكثير من الحمزات والكثير من هاجر، ونحن سنطالب بحريتنا ولن نفرط بها مهما فعلت ومهما قتلت. والسلام عليكم.